أهلا بكم من جديد إلى محافظة سقطرى التي شهدت توترات أمنية خطيرة الأسبوع الماضي بعد قيام مسلحين من الانتقال في المحافظة بنصب خيام أمام مقر السلطة المحلية والمؤسسات الحكومية الأخرى مهددين باقتحامها. شهادات كانت قد أكدت أن هذا التصعيد جاء بعد لقاء لمسؤولين إماراتيين في الجزيرة مع أعضاء الانتقالي أدت بطبيعة الحال إلى التصعيد ضد السلطة المحلية وعلى رأسها المحافظ رمزي محروس الغير مرغوب به إماراتيا بالخروج في احتجاجات لمؤيدي الانتقالي. كيف تعاملت السلطة المحلية والأجهزة الأمنية أمام هذه التطورات التي تشهدها المحافظة؟ وإلى أين ستستمر مثل هذه التمردات وحالة عدم الاستقرار في الجزيرة؟ مشاهدي الكرام، دعوني أستضيف معي عبر الهاتف من هناك العقيد فائز سالم طاحس مدير عام شرطة محافظة سقطرى. أهلا وسهلا فيك سيادة العقيد. أهلا وسهلا فيك. ما زلنا نتابع تطورات الأحداث الجارية في سقطرى، لا سيما ما جرى منها مؤخرا، فهل ما زال التوتر على حاله أمام مقر السلطة المحلية؟ الأوضاع لا زالت على ما كانت عليه من أمس يوم الأربعاء، وللآن لا تزال هناك قيام بنفس الشارع على الأسفلت أمام بوابة المحافظة، ونحن لا زلنا منتظرين الأخوة الساعيين في احتواء هذه المشكلة من أخوة الأشقاء في حالة العقل ومن المشايخ والوجهاء في جانب آخر لاحتوائها حتى تكون الأمور على طبيعية وتعود على السابق. طيب ما الذي يريده هؤلاء المعتصمين سيادة العقيد عندما يأتون إلى أمام المقرات الحكومية والمؤسسات الحكومية والاعتصام أمامها؟ ما هي المطالب التي أعلنوا عنها؟ ما هي المطالب؟ يعني لماذا جاءوا للاعتصام أمام مقر السلطة المحلية؟ هل تحدثوا معكم؟ ما الذي يريدون؟ تحدث لم يتحدثوا معنا، بل هو شعارهم دائما يرفعون لافتات تحت الامارات وشكرا لامارات الخير، ويطالبون برحيل المحافظ، وهم مجموعه قليله من المجلس الانتقالي اللي يطالبون في رحيل المحافظ محروس، هو لا يزالون على نفس المنهج. اما مسيراتنا مسيراتي مسيره تلميه دائما تكون مسيرات سلمية وتتعدى، ولكن المكان الذي اختاره الأخوة للاعتصام هو مكان غير لائق للاعتصام صراحة، لكونه قلق السكين العامة في الشارع العام وقطع طريق عن الحركة، وكذلك وقع في مكان البنوك العام الخاصة، أي بمعنى آخر أنه يشل الحياة داخل الجزيرة ومؤسساتها الحيوية. الجميع من خارج الجزيرة في حقيقة الأمر يتابع مجريات الأحداث عندكم سيادة العقيد، لكن هنا نريد أن نعرف كيف قابلت السلطة المحلية والأجهزة الأمنية هذا الاعتصام؟ هل سمحت لهذا الاعتصام بالاستمرار في البقاء، أم أن لديها خطوات أخرى ستعملها للتوصل إلى اتفاق ربما أو حتى رفع هذا الاعتصام؟ لم نرضى بالاعتصام في الشارع، إذا هم أرادوا الاعتصام أن يروحوا إلى مكان الاعتصام المخصص منذ 2011 الاعتصامات، ونحن تحت الجاهزية من الأمن والجيش بأن منتظرين توجيهات ومساعي الأخوة الأشقاء في حالة لم يستجيبوا للتوجيهات استحالة، ودائما منتظرين توجيهات من السلطة المحلية برئاسة المحافظة رئيس اللجنة الأمنية وقائد قوات التحالف، ونحن جاهزية لا زلنا، والوضع طبيعي ما في أي قلق ما في أي إشكالية إلى الآن. لكن عندما أسمعك وأنت تتحدث أنكم تواصلتم مع القوات التحالف العربي، يتبادر إلى ذهني بأنكم طلبتم من السعوديين بأن يضغطوا على الإماراتيين، بأن يضغط الإماراتيون على الانتقالي وبأن يرفعوا هذه الاعتصامات من أمام مقر السلطة المحلية، فهل هكذا تبدو الصورة في محافظة سقطرى؟ هم لا زالوا سعيين بهذا الجانب، ونحن منتظرين توجيهاتهم وحتى لا يحدث أي صراع بين الطرفين. طيب سيادة العقيد، محافظة سقطرى ليست جديدة العهد بهذه التصعيدات وهذه التوترات، لا سيما في الفترة الأخيرة. قبلها كنت تعرف أيضا قبل
تعيينك مديرا لأمن المحافظة، وقبل ذلك أيضا التوترات التي حدثت بسبب محاولة الإمارات إنزال قوة عسكرية داخل هذه الجزيرة، كيف تتعاملون أنتم في السلطة المحلية سواء كقوة أمنية قوات عسكرية وحتى في السلطة المحلية مع مثل هذه التوترات ومع التهديدات المستمرة جراء وجود مسؤولين إماراتيين يدفعون ويحرضون هؤلاء الناس في الجزيرة إلى الانقلاب على السلطة المحلية؟ احنا مستعدين دائما الاحداث مثل ما قلت انها تتكرر هذه الاحداث، ولكن لازلنا نحن نتابع ونعالج هذه الاجراءات بحد حتى ان تستقر الدوله ونتخذ العقوبات لكل من تسول له نفسه ونضرب بيد الحديد. اذا شكرا جزيلا لك مدير عام شرطه محافظه سوق قطرة العقيد فائز سالم طاحس، ونتمنى من الله أن يعود الاستقرار والأمان والسلام إلى هذه الجزيرة الوادعة هي وسكانها الطيبين. شكرا جزيلا لك إذن سيادة العقيد.